شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار المحترم على سؤالكم. فعلا الموضوع اللي ترتوه يعني يشكل قلق عند المواطنين اللي كيعيشوا في العالم القروي خاصة مجموعة المناطق، وقلق عن السلطات العمومية لما له من أثار وأضرار على المجتمع، بالضبط المجتمع الفلاحين نشرتوا له. لكن ينبغي التأكيد بأنه هذه الظاهرة خلال المعطيات المتوفرة الآن يعني المنحة تصاعدي في التجارة التغلب عليها، وأنا أعطيكم معطيات تفيد هذا المعنى. أولا يجب التأكيد أن هذا الموضوع كيتوجه في إطار القانون، قانون 54.03 المؤرخ 15 يونيو 2006، يعني هذه التدابير اللي متعلقة طبعا بمراقبة القنص، هذا هو الإطار اللي كتشتغل فيه الآليات الحكومية للتعاطي مع هذه الظاهرة. السبيل الوحيد للقضاء على هذا الشيء هو الإحاشات اللي كتنظم بطريقة قانونية، واللي الغاية منها طبعا هو القضاء على هذا الخنزير البري الحلوف اللي كيسبب هذه الضرر هذه. وهذا الشيء كيتم في إطار واحد الخطة اللي توضعات في إطار تشاركي مع السلطات العمومية، مع المنتخبين، مع المجتمع المدني، مع الجامعة الملكية للقنص، واللي أدى إلى ضبط الأمور فيما يلي. أولا كاين عندنا في المغرب اليوم 302 نقطة سوداء، 302 نقطة سوداء منتشرة في مختلف المناطق اللي فيها الأضرار كيتعرضوا لها الفلاحين. الخطة فيها تنظيم حوالي 820 إحاشة للخنزير. كاين تبسيط مساطر يعني ترخيص ديال القنص، أو تلقى الرخصة كتم على المستوى الجهوي وتنزل المستوى الإقليمي ومجانية. كاين إجراء آخر يرمي إلى عدم تقييد القناصين بسقف يعني يومي ديال الصيد ديال هاد الخنازير. كاين كذلك إجراء ديال المطاردة 3 أيام الأسبوع استثناء يوم الجمعة. وكاين كذلك إجراء مهم هو أنه هاد التدابير كلها وهاد المطاردة يمكن تتم خارج المناطق اللي فيها كنقط سوداء، باعتبار أنه كتكون أحيانا حالات خارج التغطية اللي تمت ديال 302 نقطة، وكذلك يعني خارج حتى موسم القنص باعتبار خطورة الموضوع. المعطيات المتوفرة اليوم تؤكد التقدم والتحسن. القلق موجود لكن كاين تحسن. اليوم وصلنا بالنسبة للموسم 12-13 97% من برنامج الإحاشة تم تنفيذه، بحيث بلغت الإحاشات اللي تنظمت 2118 إحاشة ديال الخنزير. العدد اللي تقبع عليه في هذا يعني العملية أزيد من 12000 خنزير. والنسبة ديال التنفيذ هذه الإحاشات والتقدم بالنسبة للموسم السابق 42%. إذا المجهود كاين، تحسن مسجل، ولكن القلق موجود عند الجميع، ولا بد من تطوير لا المنظومة التشريعية إلى طلب الأمر، ولا كذلك الجهود المجتمع المدني ديال الفلاحة ديال الدولة باش الخطر هذا يوقع تقليص زيرو الأضرار. شكرا.